في إطار تحضير للدخول الاجتماعي والمدرسي والجامعي والمهني، شفنا باللي لابد أن نديروا برنامج زيارات مختلفة ومتكررة من أجل الاطلاع على مشاريع المبرمجة، لا سيما لهذا الدخول، سواء ما تعلق الأمر بالتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي أو الجامعي أو المهني. احنا دايرين كل احتياطات تاعنا، وهناك لجنة ولائية متشكلة لهذا الغرض، وهناك لجان فرعية تقوم بزيارة جميع المؤسسات التربوية من ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعي لمعرفة والتأكد من وجود النقائص والقضاء عليها قبل 15 سبتمبر.